مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه الثانيه من برنامج صنع الحدث واستكمال هذه الشهاده مع القيادي الاسبق في الجبهه الاسلاميه للانقاذ المنحلة الهاشمي سحنوني مرحبا بك سيلاش. اهلا وسهلا شكرا لك على تلبية الدعوة مجددا <applause> آه سيد يعني قبل ما نمشي الأول سؤال اللي يطرح نفسه احنا تحدثنا عن أحداث الجامعة المركزية آه يعني ما عقب هذه الأحداث من ظهور بارز لجماعة جماعة, جماعة الجزارة والاتهامات اللي كنتو توجهوها لها خاصة اتهامها بالماسونية من قبل تيار سلفي، لكن أنا قبل ما نتحدث عن هذا عن هذه القضية، يعني سؤال عارف أنه وجه لك كثيرا هذا السؤال حول اتهامك بأنك الزعيم الروحي لجماعة الهجرة والتكفير. رغم أنك دائماً تنفي هذا الاتهام كيف جاء جغ... كيف جت قصة هذا الاتهام؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد هي الحقيقة الهجرة والتكفير الأصل تعم يعني المنبع ولا منشأ هذا التوجه كان في سجون مصر. أيام جمال عبد الناصر وما بعدها فطبعا أنا قلت لك المرة اللي أن الأفكار ما عندهاش حدود تنتقل بسرعة من منطقة إلى أخرى بل تجوب العالم كله في دقائق فانتقلت هذه الفكرة إلى الجزائر وتبناها ما هي كل فكرة يلقى تلقى الصدى عند بعض الناس يعني عندهم الاستعداد النفسي الاستعداد الاجتماعي الاستعداد ربما نقول الديني والثقافي باش يتقبلوا افكار معينه فانا كنت كانت عندي حلقه ندرس فيها بعض الشباب في مسائل العقيدة مسائل الفقه امور بسيطه جدا يعني على قدر حالي في انا بديتها في ثمانين نعم 80 بدينا ونديروا هذه الحلقه هذه فكانوا عندي مجموعه من الشباب بداو جدد في الدين يعني ما عندهم لا توجه تكفيري ولا والو يعني كانوا ناس عاديين هذا الناس من بعد بداو يقراو الكتب اللي تجي من مصر ويقراو الكتب اللي تجي من عند الاخوان وغيرهم يعني من الناس اللي تبناو الفكره تاع الهجره والتكفير بداو يقراوه فبدات نوعا ما تتكون ولا تتبلور هذه الفكره عند بعض الشباب ولكن كانت ضعيفه جدا يعني ما عندهاش قبول كبير ما عندهاش يعني استجابه كبيره لكن حتى يفهم المشاهد احنا نواصل طبعا م. فكره الهجره والتكفير هي يعني الابتعاد عن المجتمع وتكفيره في أين واحد يعني كل من يتعامل مع السلطه كل من يتعامل مع الاداره هذا يعد كافر ومرتد في نظر هؤلاء وكاين الكثير يقول انه هذه الفكره استمدت من كتب سيد سيد قطب طبعا الاخوان المسلمين ينفون هذه التهمه لكن انتم يعني لو تعطونا شرح اكبر عن هذه الفكره اللي كانت مصدر لكل الجماعات الارهابيه والجماعات التكفيريه. هي هي الفكره موجوده وكما ذكرت انت الهجره هي هجره المجتمع لان يعتبرون المجتمع جاهلي وبالتالي العيش فيه يقودك إلى أن تكون جاهلي أنت أيضا ولذلك يجب أن تهجر المجتمع والتكفير طبعا لأنهم بعد يحكموا على أن الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وهذا نص صريح في القرآن الكريم في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا إذن ها الحكام ما دام استبدلوا شرع الله بقوانين وضعية وضعية جايبينها من فرنسا ومن بريطانيا ومن غيرها فهؤلاء كفار نعم والذي والقوانين اللي رام يجريوها في البلاد هي قوانين كفر فمن رضي بقوانين الكفر فهو كافر وبالتالي كفروا كل شعوب وكل الناس يعني. نعم حتى الأئمة الأئمة في المساجد قالوا الإمام اللي يرضى يتوظف عند وزارة شؤون دينية ويخلص عليها وكذا هذا راه يحكم شرع غير شرع الله وبالتالي الصلاة هو كافر وصلت من وراء طبعا باطلة إلى آخره تطرفوا كثيرا يعني صراحة في هذا الاتجاه وأنا قلت لك توهمت لأن كاين بعض الشباب اللي كانوا يدرسوا عندي من بعد تبناوا هذا الفكر هذا وصاروا يعني يطلقونه حتى علينا احنا في الجبهه الاسلاميه قالوا ان قاده الجبهه كلهم كفار ومناضلو الجبهه كلهم كفار والمتعاطفون مع الجبهة ينظر في حالهم تقام عليهم الحجة إما أن يكونوا أخطأوا وتابوا ويرجعون على هذا التأييد هنا ما يوليوش كفار وإما أنهم يستمروا في تأييد الجبهة فيصبح يصبحون هم أيضا كفار فإذا ما نفهمش أنا كيفاش أنا كنت من قيادة الجبهة وكانوا هذا الناس مكفريني ومن بعد يقول لك أنت الزعيم الروحي نتاعهم يبدو لي أن هذا كلام غير صحيح نضرب لك مثال أيضا لما الجبهة دارت أكبر تجمع أول أكبر تجمع في 4 جوان 90 في الحملة الانتخابية تاع المحليات تاع البلديات والولايات نعم. في ملعب 5 جويلية جماعة الهجرة والتكفير هذو كانوا خذوا كمية كبيرة تاع تي من من جيجل من محجرة هناك وكانوا من الامور اللي مبرمجينها باش يديروها بهذاك تي ان تي كانوا مبرمجين انهم يجيو الملعب خمسة جويليه بسيارات كثيره مفخخه ويفجرون الملعب اثناء قيام الجبهه بالتجمع فاذا هذا الناس كانوا مكفرين الجبهه ومكفرين قادتها ومكفرين المناضلين نتاعها. وهذا شفناه حتى في نهايه المطاف ينتهي انه يكفروا حتى بعضهم بعض، شفناه يعني في جيا مع الجماعات الارهابيه الاخرى كانوا يكفروا بعضهم بعض وشفنا مواجهات داميه بينهم، نفس الحال يعني في العراق في سوريا في كل, كل, كل في كل الدول وين تنشط هذه الجماعات المتطرفه يعني حتى بعضهم يعني الان شوفوا داعش مع النصره رغم انهم يستمدون نفس الافكار افكار القاعده لكن الان شوفوا يكفروا بعضهم بعض, نعم،, بعض. نعم. نعم لا هو شوف يا اخي انا أقول لك الجماعات الاسلاميه كلها هذا راه تخطيط انا نظن تخطيط عالمي موش تخطيط نتاع جهه معينه ولا نتاع بلد ولا حكام بلد ولا انا نظن هذا تخطيط عالمي مدروس ويعني كل الجماعات الإسلامية أنت لما تشوف الآن المسلمين في, في أي بقعة في سوريا رام يقول لك نحن نقاتل النظام الحاكم لأنه نظام نصيري كافري إلى آخره ولكن شحال من جماعة الآن رايت قاتل بشار الأسد رأي أكثر, اكثر من ألف من... ألف جماعه ايوه جماعات كثيره جدا بامراء والجماعات هذه احيانا تصطدم ببعضها البعض وتقاتل بعضها البعض رغم ان يقول الهدف نتاعنا هو مقاتله نظام الطاغوت هذا نظام بشار الاسد اذا الجماعات الاسلاميه في كل ح... سواء المسلحه ولا غير المسلحه انت مش تفهم لما احنا هنا في الجزائر في في بدايه ال... هذا ما يحناش اسمح لي الشيخ فقط هذا ما يحناش يعني الى مشكل في فكر هذه الجماعات يعني اساسا يعني هذه الجماعات التي ممكن تحدثنا في الحلقه السابقه عن هذه القضيه هذه الجماعات التي اوغلت في الدين يعني بسهوله وفهمت الدين على مظاهر الايات ومظاهر الاحاديث واخذت يعني احكام سهله الحكام كفار الشعوب كافره كل من ليس معنا فهو كافر بعدها كل من لا يقاتل معنا في هذه الجماعه فهو كافر يعني ما تشوفش باللي المشكل اساسا يعود الى الفكر المتطرف وليس الى هؤلاء الشباب وهؤلاء المؤمنين بهذه الافكار ولكن يا اخي الفكر ولو كان متطرف اذا ما لقاش الناس اللي تتبناه وتجسدوا في ارض الواقع يبقى مجرد افكار فما يضرش ولكن لما يتجسد هذا الفكر يلقى الناس اللي يأيدوه ويقتنعوا به ويجسدوه في ارض الواقع هنا اللي يولي فيه خطر ولذلك انا نقول باللي الجماعات الاسلاميه رغم انها ترفع رايه وحده في كل بلدان العالم حتى في الجزائر ولكن رغم هذا راح نتكلم بعد على نشاه الجبهه وتشوف الناس كانوا يقولوا ان العمل السياسي مرفوض وان الحزبيه ضلاله وبعيده عن الدين ومن بعد هما اسوا احزاب نعم راح نوصلوا لها وتشوف يعني لا انا فيه. انا سؤالي شيخ يعني قبل ما ندخل في محاور الحصة طبعاً هل, هل تشوف بلي بعض هذه الجماعات أصبحت تشكل خطراً على الإسلام أكثر من الناس اللي احنا ممكن نشوفوها أنه يعني غير ملتزمة بالدين أو عندها أفكار تقدمية أو أفكار علمانية أو شيوعية بعض يعني إساءة بعض الإسلاميين للإسلام أكثر من إساءة غيرهم هذا صحيح يا أخي لأن الإنسان المسلم يعني يشوه الدين هاي وبالضبط نعم. إذا بدأ يدير تصرفات خارج على الدين ما عندها حتى علاقه لا بكتاب ولا بسنه تابعه للاهواء نتاعو وينسبها الى الاسلام فالذين لا يعرفون الاسلام يظنوا بلي صح هو الاسلام وبالتالي يسبب يعني تشويه واضح للدين من حيث يدري او لا يدري شيخ ندخل طبعا في محاور الحصة وطبعا كما تحدثنا في المقدمة سؤال يكون عن بعد أحداث الجامعة المركزية سنة 82 طبعا ظهرت يعني بدأت تتضح هوية الجماعات الإسلامية في الجزائر بقياداتها بأفكارها شفنا جماعة الجزآرة وأنتم كنتم تتهموها كسلفيين بأنها جماعة مسونية لماذا قلتم عن الجزآرة أنها مسونية؟ حقيقة أن سمعت أن هذا الكلام فعلا كاين بعض خاوتنا اللي كانوا يقولوا باللي الجزء هي ماسونية الحركة الإسلامية ولكن أنا صراحة أرفض هذا الوصف وأرفض هذا هذه التسمية هذا جماعة عندهم توجهاتهم الفكرية يعني يستندوا إلى مالك بن نبي طبعا فعندهم هذه التوجهات الفكرية ممكن تشددوا كثيرا فيها ولكن يبقوا جماعة إسلامية عندهم وجهة نظرهم عندهم اجتهاداتهم عندهم رأيهم ولكن ان نصفهم بانهم ماسونيه ولا غيرها انا هذه تسميات هي لهلكة الحركات الاسلاميه لما يعني هذه الاتهامات الجاهزه آه ايوه نبدا نتهموا في بعضنا البعض آه هذا كذا وهذا كذا الافضل أن قال هذا مسلم لكن الفكر نتاعو يختلف عن الفكر نتاعي عنده راي وانا عندي راي اخر والسلام ما نبقى نتهم فيه ووقعت اتهامات كبيره يعني للتيار السلفي وللتيار الجزائري وللاخوان وكلهم وما كانش عندها نتائج طيبة يعني نتائجها طبعا كلها سيئة وكلها تضر بالعمل الإسلامي في الجزائر وفي غيرها هذه الاتهامات وهذا الصراع وهذا التناحر بين الجماعات الإسلامية احنا شفنا شيخ يعني في الحلقة آه الأولى أنه قبل أحداث الجامعة المركزية كنت كنتم ككتلة واحدة وكنتم يعني تتجاوزون هذه الحساسيات بين الجماعات لكن بعد أحداث الجامعة المركزية بدينا نشوفوا كل جماعة وحدها الإخوان وحدهم، جامعة الشرق أو جامعة جاب الله وحدهم، جامعة الجزأرة، السلفية، التبليغ، حتى بدينا نسمع بجماعة الحياد بقيادة الشيخ بوساق وغيره، يعني لماذا بعد جامعة بعد أحداث الجامعة المركزية تفرقت دماؤكم إن صح هي شوف هي الاحداث دائما تخضع لظروف معينه لما يمر البلد ولا تمر الجماعه بظروف معينه طبعا تغير موقفها وتغير عقليتها الى اخره احنا مثلا في الجزائر بعد الجامعه المركزيه صارت البيعه للاخوان العالميين من قبل الشيخ محفوظ نحناح وصار هو المرشد العام المراقب المراقب العام المراقب العام نعم المراقب العام للاخوان في الجزائر ايضا جماعه جبل الله ذاك الوقت كانت يعني تعمل في السريه ولكن بعد هذه الاحداث خرجت للعلانية وصار عندها تنظيمها ولهما كان يقولوا احنا جماعتنا جماعه ثقافيه دعويه وخلاص ما راهيش كذلك الجزء راه برزت في هذاك في التنظيم نتاع صلاه الجمعه نتاع الجامعه المركزيه ولما اخذ الكثير من رجالها الى السجن بعد خروجهم من السجن ايضا هما برزوا ظهروا كانهم يعني كجماعه مستقله بيه. مستقله بذاتها واجتمعوا كان عندهم بوجلخه هو الامير ومن بعد تغير وجاء محمد سعيد داروا ملتقى وغيروا الامير الوطني تاعهم وجاء محمد سعيد وانضم لها كفاءات كثيره يعني اللي كانوا في الجامعه فهذه الظروف هي اللي خلات الناس تبرز الى الساحه ولما تبرز الى الساحه تحب تتميز وبالتالي تدير جماعتها وتدير الرايه نتاعها وتبدا تخدم في الاتجاه اللي راي تشوفه انا صراحه انا كنت الظاهر تاعي كنت سلفي انا ولكن هذا التفرق كنت نكرهه ما كنتش نحب هذه التفرقه كنت في الجامعة كلهم إخواني، الإخوان كنت مليح معاهم، الجزأرة كنت مليح معهم السلفيين كنت مليح معهم يعني ما عنديش عداوة مع حتى واحد. سأضرب لك ثلاث أمثلة بسيطة. المثل الأول بعد راح نمشي شوية في الزمان نعاودوا اليوم بعد على كل حال. في بعد أحداث أكتوبر 88 أنا كانت عندي اتصالات مكثفة مع الشيخ عبد الله جاب الله. رغم أنه هو في اتجاه وأنا في اتجاه. أكثر من هذا كنت أدعوه إلى بيتي وجاء زارني عدة مرات أكثر من هذا كانت عندي أنا خطبة الجمعة في مسجد السنة ومسجد السنة كان معروف أنه يعني للسلفيين يعني كانوا السلفيين هما ليشرفوا عليه رغم هذا عيت عبد الله جبل قلت له جي ودير خطبة الجمعة في مسجد السنة وجاء عبد الله جاب الله ودار خطبة الجمعة في مكاني في مسجد السنة طبعا كاين بعض الاخوه اللي تقبلوا الفكره قال لك مليح يعني جمع الشمل وكاين اللي قال لك لا هذا ماهوش من اتجاه السلفي علاش تجيبوه وعلاش هما ما يدعيوكمش تروحوا تخطبوا في المساجد نتاعهم على غير توما اللي بعدها كاين محمد بوعيشه هذا ايضا من المعروفين عن يعني جماعه محفوظ نحناح رحمه الله. فايضا كانت عندي اتصالات معاه قليله على كل حال لكن دعيته قلت له ماذا كانت كان تجي دير خطبه جمعه ايضا في مسجد السنه وجاء ودار خطبه الجمعه في مسجد السنه لكن هذا التسامح ياك تتحدث عليه واللي يعني كان منهجك كما تقول الان ما يعني بين الجماعات الاسلاميه في الثمانينات العكس كنا نشوفوا كانوا يقولوا لها حرب الفاشات يعني كل جماعة تحاول تبدل قفل المسجد باش تسيطر عليه ووقعت حتى مواجهات بينكم وقعت حتى مواجهات داخل المساجد لا. هذا صحيح أنا مانيش نقول باللي أنا قدرت نغير الواقع ما, لا. ما تحدثش على الهاشمي سحنوني تحدث بشكل عام يعني بشكل على, هذه المرحلة تعطينا شهادتك هذا هو وقعت صح صراعات ووقعت حتى صدامات دامية في بعض المساجد من أجل الاستحواذ عليها يعني شكون يتملكها وشكون يسيطر على النشاط الدعوي في ذاك المسجد، صح هذا وقع ولكن هذا ليس من الدين في شيء، هذه من جهه. و... وهذا إدانة للإسلاميين، يعني أه؟ الإسلاميين اللي حبوا يغيروا المجتمع وحبوا يغيروا النظام وحبوا يقوموا بحكم إسلامي كما يقولوا يطبقوا الشريعة وهما مش متفقين أصلا على مسجد قبل هذا للدعوة قبل يعني هذا أنا... هذا يثبت أنه كان مشروعهم مشروع متهافت، ما كانش مشروع يقوم على أساس يعني عنده قابليه للحياه. حتى ربي سبحانه يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اي تذهب قوتكم. احنا خالفنا حتى نصوص القران والسنه بهذا التفرق. ورب قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون هذه نصوص قرآنية واضحة جدا ولكن مع الأسف الممارسات اليومية والميدانية كان موجود صراع كبير بين الجماعات الإسلامية صحيح هذا أنا هذا الشيخ حيني طبعا السلفية العلمية اللي كانت هي من البداية تقول لا تتحزبوا لا تتفرقوا وشفنا أنه بقات ممكن هي لحد الآن الفكرة اللي عندها بعض المصداقية عند الشباب وعند الشعب الجزائري لحد الآن بينما كل الجماعات التي تحزبت وأسست أحزاب وقعت في مشاكل وقعت في يعني أساءت للدعوة وأساءت الإسلام كما تحدثنا قبل قليل ما تشوفش باللي نظرتهم كانت صائبة وكانت عندهم رؤية طويلة الأمد انا ما نقولش نظرتهم ما هيش صائبه ولكن حتى هما لانه رفضوا هما التحزب أيه؟ رفضوا ولكن وخلوا الاسلام في المسجد وقالوا ما نمشوش حنا للسياسه وندخلوا في هذه المهاترات وهذه المشاكل اللي شفنا وين نعم نعم هما في البدايه صحيح رفضوا هذا التحزب انا لما جات فكره تاسيس الجبهه الاسلاميه كنت تكلمت مع العيشيري في مثلا تكلمت مع عبد المالك رمضان يتكلم ولكن كانوا ضدهم وقال قالك احنا نشتغل بالدعوة نعلم الناس أمور الدين ونبتعد عن السياسة قلنا لم يودي إذا كان الناس اللي عندهم علم شرعي يبعدوا عن المجال هذا لم تخليوه الأفضل لو كان انتم اللي تكونوا فيه ونحاول نتعاونوا كما تعاوننا في السابق ونخدموا الدعوه الاسلاميه ونوسعوها شويه اكثر للمجال السياسي وما رفضوا الحقيقه ووصلوا حتى قاطعوني يعني ذاك الوقت خلاص كانت انا كانت بيني وبينه علاقه طيبه جدا كانت لقاءات كثيره تقع في بيتي يحضرها عبد الملك رمضاني ويحضرها العيد الشريفي ويحضرها يعني كانوا كنا يعني تقريبا يعني جسد واحد كنا نخدموا كيف كيف نتعاونوا نتشاوروا الى اخره لما جات الجبهه هما تركوني قال لك اما تمشي معنا ولا تمشي كما نعم. قالوا هما مع علي بالحاج قلت لهم راني نمشي مع فكرة تاع حزب مانيش نمشي مع شخص نعم فرفضوا قال لك لا اما هو ولا وتقاطعنا يعني صراحه نعم انا نولي يعني بعد 82 واحداث الجامعه المركزيه وهذا الصراع اللي بدا بين الجامعات الاسلاميه بعدها مباشره جت قضيه مصطفى بويالي يعني اللي قام بتاسيس عمل مسلح ومشى قيادة الجامعات الاسلاميه وطلب تاييدها وطلب دعمها وقال انه لازم نقوم بالدخول في حرب عصابات ضد السلطه يعني لو تعطينا شهادتك على مصطفى بويعلي اللي كان هو كان في مجاهد وكان في جبهه التحرير الوطني بعدها في جبهه القوى الاشتراكيه كيف حتى وجد روحه في الجهاد الاسلامي او الجهاد ضد كما يعتبروا طبعا ضد السلطه هو شوف انا مصطفى بويعلي ربي يرحمه تلاقيت به مرتين المره الاولى كنا تلاقينا في جنازه كان لاعب تاع كرة قدم توفى ذاك الوقت يسميوه بن ميلودي احضرنا جنازته وتلاقينا لأن درت أنا كلمة ودار هو بعد كلمة أيضا في الجنازة هذيك لكن ما تكلمناش يعني كلام كثير تكلم واش راك لاباس آه راني نزورك ونتحدثوا في بعض الأمور قلت له نعم وخلاص بعدها تلاقينا في حي محي الدين أيضا كان لقاء أيضا ما نقولش لقاء مطول كان لقاء خفيف بيناتنا قال لي برك باللي هذه يامات نرسل لك واحد يعرض عليك واحد الأفكار هكذا واحد المقترحات إذا كان وافقت عليها إن شاء الله نتعاون على الخير نتعاونوا عليها يعني قلت له نعم ماشي مشكل وفعلا بعدها بمدة قصيرة جاني واحد أنا ما نعرفوش وأنا من طبعي أنني كي نكون شخص ما نعرفوش ما نروحش معه بعيد يعني في الكلام، ما نحبش نتوسع معاه، مانيش عارف انا الخلفيه نتاعو مانيش عارف شكون اللي هو قال لي باللي بعثني مصطفى ابو يعلي، وكان مصطفى ابو يعلي قال لي انا حنبعث لك واحد. فثقت فيه الى حد ما، ولكن بقيت متحفظ. قال لي الشيخ مصطفى راه يقول لك باللي هذا النظام ما لا يرتجى منه الخير، وراه بدا يبين باللي راه ضد الدين، ويفتح في يعني امور كما الخمارات وكما بيوت الدعارة وكما كذا يسمح لها بكل سهولة وهذا مناقض لشرع الله إلى آخره قال يا راه يقول لك واش رأيك لو كان ندير جماعة نقاوم هذا النظام بالقوة ما دام ما نفعش معه الكلام نستعملوا نعم. فأنا صراحة قلت لك ما دام ما كنتش نعرف الشخص وما عندي حتى معلومات سابقة عليه إلى آخره فتحفظ قلت له أنا أخي عمل كما هذا لازم يرجع فيه لأهل العلم العلماء هم اللي يفتيوا فيه قول المصطفى ابو علي يروح يشوف احمد سحنون وعبد اللطيف السلطاني والعرباوي اذا هذو وافقوا لذاك الوقت يكون فيها كلام اخر فصراحة من بعد هو مشى على كل حال ما عاودش ولا لي ولكن انا بلغني من بعد لان تلاقيت مع احمد سحنون قال لي قال لي راه مصطفى ابو علي واقترح علي كذا وكذا قال لي رد بالك اذا اتصل بيك ولا اياك تمشي معاه اياك توافقوا هذا عمل سيهلك الحركة الإسلامية ويهلك الدعوة ويضر نعم. ويضرنا وما في حتى خير إلى آخره فزدت سمعت أيضا باللي عرضوا الفكرة على العرباوي وعلى عبد اللطيف السلطاني عبد اللطيف السلطاني رفضها مباشرة والعرباوي تحفظ يعني كان عنده موافقة لكن مبدئية برك ما مشاش والله اعلم يعني انا م. هذا سمعت هذا الكلام ما عنديش دليل واضح ولكن هكذا مشات فهو العلماء رفضوه رفضوا له الفكره نتاعو وبالتالي ما ما مشاتش يعني ما ما انتشرتش في اوساط المسلمين لقى ولكن مع هذا لقى مجموعه من الناس الملياني وشبوطي وعز الدين باعه وغيرهم وحتى احمد مراح ومشاو معاه في الفكره هذه ووقع ما وقع انت يعني كيف فهمت حركه مصطفى بويعلي هنا؟ انتم كي كان يعني الاسلاميين ما نحكيش نحكي على الاسلاميين ومن بينهم مصطفى بويعلي كي كان هواري بومدين وكان القمع وكان يعني كان كاتم انفاس الحركه الاسلاميه لم يفكر احد بالعمل المسلح لما جشّد الشاذلي اللي انفتح على الاسلاميين وخلاهم يشتغلوا بحريه ويعني و... اشرف على استضاف العلماء وكان هناك مؤتمر الفكر الاسلامي يعني الكثير من الإجراء... الاجراءات الايجابيه من شاذلي بن جديد حبيتوا تعملوا او حبوا يعملوا بعض الاسلاميين حركه مسلحه ضد النظام اللي كان على راسه الشاذلي بن جديد ما تشوفش كان تناقض هنا هو الظاهر هكذا فيه تناقض ولكن شكون قال باللي في وقت بومدين ما كانتش محاولات لاي عمل مسلح وما نجحتش انا نقول لك باللي كانت جماعه نتاع اللي كان تابع المحفوظ نحناح في المدنيه كانوا يحضروا لاغتيال هواري بومدين نعم وكانوا استفتاوا الشيخ عبد اللطيف سلطاني ورفض قال لهم ابدا هذا العمل ما يجيب لنا حتى فايده بالعكس نعم رايح معروف القصه صحيح هاي نعم اذا كانت محاولات لكن الضغط اللي كان داير ابو مدين ما خلاهاش توصل تجتمع وتتسلح وت... يعني وتقوم بالمعامل... بالعمل تاعها في الميدان لكن الضغط اللي داير ابو مدين انفجر في وقت شادي بن نعم لان الضغط يولد الانفجار حتما بالنسبه, لبوي علي يعني حول زاد العلمي هل كان عنده زاد علمي هل كان عنده خلفية شرعية حتى يقوم بقيادة مجموعة ومحاولة الإطاحة بالنظام والله يشوف زاد العلمي الكثير لا. يقول أنه زاده يعني كان خفيف يعني ما كانش عنده علم كبير وما كانش أنا هذا الذي لمسته يعني من خطر كنت نروح ساعة ساعة للمسجد العاشور نصلي الجمعة ثم فنسمع الدروس نتاعه إلى آخره فصحيح يعني التأصيل الشرعي نتاعو كان قليل ولكن قنعت كانت أنه لا بد من إقامة دولة تحكم بما أنزل الله لأن بيان أول نوفمبر يقول دولة اجتماعية ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية قال إذن لازم تقام دولة في إطار المبادئ الإسلامية وإلا نسمى خنا الشهداء ومن ثم انطلق في هذا الفكرة نتاعو <applause> على انه لابد بد من يعني كانت عنده قناعه بهذا الشيء كانت عنده قناعه انه لازم يحكم شرع الله راح نواصل الحديث عن قضيه مصطفى ابو يعلي لكن مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير ونعود اليكم اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من الحلقه الثانيه من برنامج صنع الحدث واستكمال هذه الشهاده مع الهاشمي سحنوني القيادي السابق في الجبهه الاسلاميه لانقاذ يعني المنحلة طبعا سي الهاشمي يعني قبل ما نمشي الفاصل كنا نتحدث عن قضيه مصطفى بويعلي وانت قلت انه العلماء رفضوا حركته المسلحه، العلماء شافوا انه ممكن غامر بالحركه الاسلاميه، قلت ايضا انه لم يكن عنده خلفيه شرعيه قويه، انت حضرت بعض الخطب في العاشور وشفت انه ما كانتش عنده ما كانش عنده تكوين شرعي، رغم هذا قام بما قام به طبعا كان العمل المسلح، انا سؤالي هل انت كانت عندك حينها علاقه قويه مع علي بن الحاج والكثير من الروايات تقول ان علي بن الحاج اثر على مصطفى ابو يعلي وكانت هناك علاقه بينهما وش شهادتك في هذه القضيه هو انا كانت عندي علاقه مع علي بن الحاج طبعا وهو ايضا يعني كان عنده علاقه مع مصطفى ابو يعلي كان يتصل به دائما وكان يروح يصلي ما أدري كان يصلي يعني علي بن الحاج انا نظن انطلاق الدعوه نتاعو كانت على يد مصطفى أبو يعلي لان هو اللي كان يقدم ويدير في مسجد العاشور يدير دروس الى اخره فانطلق من هناك اذا كانت عندهم علاقه صحيح لكن في اطار العمل المسلح في اطار الحركه المسلحه الحركه الاسلاميه المسلحه كما كان يسميها هو هل كان عندهم تنسيق ولا كان علي بن مستشار تاعو ولا كان هذه امور لا ادري لا اعلمها لكن نعرف اللي كانت كاينه علاقه بين الرجلين كما كانت عندي علاقة أنا أيضا مع علي بالحاج وفي 83 علي بالحاج سجن في إطار قضية بوي علي نعم. كان عنده اتهامات في تمس القاضي العمل تاع الجماعة هذه وسجن بسببها خمس سنوات نعم بخصوص مقتل بويعلي يعني اختلفت الروايات وكان كانوا يقولوا انه كان هناك خديعه وكان هناك وشايه وكان حتى اللي في بعض الكتب وبعض الشخصيات المقربه من بويعلي تهمت المرحوم الشيخ محفوظ نحناح بانه كان وراء الاطاحه به شوف بالنسبه للتهمه هذه انا قلت لك الاتهامات كثيره والشائعات كثيره لكن من يثبتها ويؤكدها ما كاش يعني ما كان حتى دليل يثبت ذلك رغم انني تلاقيت انا مع جماعه حركه بويا علي تلاقيت مع شبوطي مع الملياني مع زدين باعه مع يردوا بعض الكلام مثل هذا ولكن هل عندكم دليل هل ثبت يعني حضرتوا انتم هل ما كانش ما فيش دليل اذا انا هذا بالنسبه لي تعتبر مجرد تهمه اما الوفاة نتاعو نعم وقعت فيها وشاية هو كان عنده سايق وكان راح يغير المكان يعني وكان دائما طبعه هذا وما يقعدش في مكان واحد مده طويله كل مرة يغير المكان فكان راح يغير المكان واتفق مع السائق هذا انه يجيب الشاحنة ويرفد الجماعة و... و... ويتنقلوا يقولوا لما وصلوا لمكان معين السائق توقف ودار اشارة بال... بال... يعني بالضوء السيارة هذيك فاذا به كان كامين موجود لاجهزة الامن فانهالوا على السيارة بالرصاص وتقدم احدهم يقال شفيت على الاسم تاعو يسموه نور الدين بالجهام هكا ولا يقول هو اللي تقدم من ناحيه مصطفى ابو يعلي يعني وقال له اليوم نقضي عليك ولا اليوم نقتلك ولا فاطلق عليه النار ومصطفى ايضا اطلق عليه النار فقتل الرجل يعني ماتوا في اثنين وقتل تقريبا كل اللي كانوا في الشاحنه هذيك ما عدا طيبي بولونوار اللي ما ماتش سلك ومازالوا حي الان على كل حال فيبدو لي ان فعلا كانت فيها خديعه من قبل هذاك السائق هذاك هذا اللي يروج بقوه وقتل مصطفى أبو علي في 3 يوم السبت 3 جونفي 87 نعم آه سي سحنوني انا ممكن الان ننتقل لأحداث لانه عندك فيها شهاده ايضا احداث آه اكتوبر آه 88 هذه آه الاحداث ممكن ما كانش حدث في الجزائر شهد غموض وجدل كما احداث اكتوبر من يقف وراءها؟ كيف تعاملت معها السلطه؟ ما هو موقع الاسلاميين من هذه الاحداث اللي يعني غيرت مجرى الجزائر بعدها شفنا الانفتاح بعدها بدات الازمه بعدها يعني غيرت مجرى الجزائر تماما. هذه الاحداث اللي كان عندها خلفيه اقتصاديه، خلفيه سياسيه هل عندك ممكن تحليل خاص لك بهذه الاحداث؟ هي نعم انا عشت الاحداث هذه من بدايتها لنهايتها لكن نحب نذكر برك حاجه قبل لي انا عندها تاثير في هذه الاحداث من بعد في 84 في 11 افريل 84 كان توفى عبد اللطيف سلطاني رحمه الله وتوفى تحت الاقامه الجبريه فكانت اقيمت له جنازه كبيره جدا وحضرناها على كل حال وكنت لقيت كلمه صراحة الكلمة هذه كانت أثارت كثير الناس اللي كانوا حاضرين وبدأت تكبير إلى أنا قلت لهم فقط قلت لهم عبد اللطيف رجل والرجال في أيامنا قليل ومن غرائب هذا البلد أن الرجال يموتون في الإقامة الجبرية وعودت رجعت بهم للبشير الإبراهيمي اللي مات آه. هو أيضا في الإقامة الجبرية فإذا تاثروا الناس كثير وبعد دخل الكلمة عبد العرباوي رحمه الله شيخ العرباوي وقال لي على كل حال قال عبد اللطيف راح ولن يعود اذا لازمنا ناخذ المشعل تاعو ونستمر في الدعوه نتاعو ونستمر في العمل اللي كان يقوم به الى اخره ومشينا دفناه وانصرفنا هذه في 84 في 85 افرج على الجماعه اللي اعتقلت في, في احداث الجامعه المركزيه خرجوا كلهم يعني جماعه الجزائر كان عباسي مدني كان كلهم خرجوا في نفس السنة في 84 وثمانين في 2 ديسمبر زاد توفى عبد العرباوي الشيخ العرباوي راح عمر العرباوي رحمه الله نعم. وحضرت أيضا جنازة نتاعو دفن في مقبرة سيدي رزين في براقي أيوة ف يعني علماء الجزائر علماء الدعوة ذاك الوقت راحوا بقى ما عدا أحمد سحمان وممكن هذول كانوا عندهم رؤية أكثر اعتدالا أكثر تسامحا مهما يكون كان حتى تكوينهم الشرعي قوي جدا يعني مهما يكون دائما العالم هو المصباح الذي يضيء يعني الطريق فلما يعني يضيع المصباح ولا يعني فوضى بعد هذا شفنا شكون يوجه شكون يتحكم شكون ترجع له الناس الى اخره فلما جاءت احداث اكتوبر 88 بدات يوم الاربعاء 5 اكتوبر في قضيه الـ الـ يعني الشركه نتاع صناعه السيارات سوناكوم سوناكوم بدات تما ومن بعد خرجوا عمال سوناكوم حبوا يديروا يعني مسيره الى العاصمه الاحداث معروفه نحكي أنا على أنا شهادتك يعني معلش دخلت اجهزه لم وقفتهم المهم احنا ذاك الوقت كنا في الساحه كنا في الساحه وما كانش يمكن نبقى صامتين خاصه ان يعني الدعاه الكبار تاع ذاك الوقت ما, ما بانش عليهم موقف يعني ما ظهر حتى موقف منهم في يوم الخميس كان علي بن الحاج عنده درس في مسجد القبة في بن باديس طلعت أنا المسجد بن باديس صليت حتى نتشاوروا يعني نشوفوا الأمر كيف إلى آخره فالحقيقة الحقيقة كان الأمر غامض جدا خاصة أن يوم الخميس كانت الدولة علنت يعني السلطة ذاك الوقت علنت على حالة حصار وخرجت الجيش للشارع والشعب يغلي هكذا في 6 يعني أكتوبر هذه في 6 ست... اه في 6 اكتوبر يوم الخميس 6 اكتوبر فاذا الطين زادت بلا ولا اطلاق النار عشوائي هكذا والشباب يستفزوا العسكر والعسكر يطلقون النار كان الامر يعني صعب جدا كان لازم ناخذ موقف يوم الجمعه 7 اكتوبر اه رحنا المسجد السنه كان علي بالحاج وكمال نور وانا يعني درنا زوج كلمات انا وكمال نور قلنا باللي الشعب الجزائري عنده الحق طالب بالحقوق نتاعو الضائعة من حقه هذا ولكن يطالب بطريقة حضارية بطريقة سلمية بطريقة سلمية عاقلة التكسار والتخراب والحرق وكذا ما يجيب حتى فايدة إلى آخره كذلك تكلم علي بالحاج دار خطبة الجمعة تكلم على حقوق الحاكم وحقوق الراعية يعني ما هي حقوق في الشريعة الإسلامية ما هي حقوق الراعي يعني الإمام الحاكم وما هي حقوق نعم. الشعب وفصل فيها شوية بعد صلاة الجمعة تصل بنا مصالح الأمن قالوا لنا باللي ماذا بينا نتلاقاو بكم بعد صلاة العصر في كان الحج الحاج صادوق كان حينها من الأمن هو ماهوش صادوق اللي تصل بنا مباشرة يعني كان جانا شخص قال باللي قيادة حالة الحصار تريد اللقاء معكم بعد صلاة العصر مشينا لدي جي ياسان تلاقينا مع مجموعة من الضباط كان منهم الحاج صادوق أنا نعرفه غير هو على كل حال الآخرين ما نعرفهمش فسالونا قال لك يعني واش راكم تشوفوا كي هذا الوضع اللي راهو في البلاد يرضيكم قلنا لهم ما يرضيناش قال لك اذا واش هو الحل قلنا لهم الحل لازم الجيش يسحب من الشوارع نعم ما دام الجيش في الشوارع الاحتكاك يوقع يوقع ويطلق النار يوقع يوقع والناس تموت قال لك ولكن اذا سحبنا الجيش من الشوارع يسمى خلينا الفوضى على فتحنا الباب على مصراعي للفوضى الجيش لازم يبقى في الشوارع باش يضبط الامور باش قلنا لهم اذا احنا باش نقولوا للناس يعني يتهدنوا ويتوقفوا على هذا القوه هذا العنف هذا وكاع احنا نطالبوكم بامور كاين مطالب لازم تبلغوها للرئيس الشادي بن قال لك ما كان حتى مشكل نبلغوها له اليوم من بعد قلنا لهم احنا بصعب باش نضمنوا باللي راكم لازم خطاب لازم رئيس الجمهوريه يدير خطاب في الليل في التلفزيون ويقول باللي المطالب راهي وصلتني وراني قابلها راني موافق عليها وان شاء الله نجسدوها شيئا فشيئا قالك خلاص باذن الله نبلغوها لو كونوا مطمئنين انتم برك للشباب هذو يوقفوا هذه القوه هذه اللي راهم يستعملوها وما يستفزوناش العسكر الى اخره حنا سنينا في الليل ما كان والو مخطب خطب لا رئيس الجمهوريه ولا هم يحزنون غدوه من ذاك السبت عاودنا تلاقينا حنا بيناتنا ما دعيتوش للتهدئه يعني لكن كل واحد على مستواه الشخصي انا مثلا كنت نروح لبعض المناطق هكذا كنت نوصيهم خاصه نقول لهم ما تستفزوش العسكر ما تروحوش لهم ما تستفزوهمش راهم يطلقوا عليكم النار انتم اللي سببتوا هذا اخطيهم حتى ولا في بعض المناطق في اول ما غير قلنا لهم اديوا لهم الماكله قال لك بعض الاخوه حدثوني قالوا لي راهم بدون طعام مده تاع 12 ساعه ولا اكثر كنا لهم الى تقدروا تديو لهم الطعام وقبلوا هما باش ياكلوا تديو لهم الطعام فالمهم حاولنا نهدئوا يعني قدر المستطاع ولكن انتظرنا خطاب الرئيس وما كانش غدوة من ذاك عاودنا تلاقينا كان حضر حتى العيد فيه وحضر عاودنا تلاقينا وش نديره الان قال لك مادام ما وفاوش بالوعود نتاعهم وما بلغوش رئيس الجمهوريه حنا ما نتحملوش مسؤوليتها يدبروا راسهم مع الشعب يوم الاحد 8 اكتوبر لا 9 اكتوبر ساعة. 9 اكتوبر يوم الاحد كان علي بالحج عنده درس في مسجد السنه قالوا لي بعض الاخوه باللي راه الناوي يدعو الى اعتصام في المسجد حتى يجي الرئيس او ممثله انا رحت للقبه حوست عليه ولقيته قلت له علي بالحاج صح راك راح قال لي ايه قلت يا علي مسجد السنه صغير ولو كان نجيبوا الغاشي راح الاغلبيه استاحقتكم برا في الشوارع هذا يسبب حيث... اغلاق الشوارع هذا يغلق الشوارع من جهه ومن جهه واحده اخرى حظر التجوال يبدا مع العشره تاع الليل معناتها تلحق العشره تاع العسكري امر الناس بال... بالدخول الى بيوتهم معم. والناس ما هي من... من مكان قريب يعني بعيده ما تقدرش تدخل وممكن يطلقوا عليهم النار قلت هذا امر يبان لي فيه خطر قال لي ماذا ترى؟ قلت له انا أقول باللي ما من... نديروش تجمع في مسجد السنه نديروه أمام مسجد صلاح الدين الأيوبي علاش لأن المكان هذا كان ساحة كبيرة ساحة 11 ديسمبر ومن جهة واحدة أخرى ما فيهاش العسكر العسكر كان موجود في أول مايو وموجود في رويسو في بالكور ما كانش فإذا ما راحش يوقع احتكاك ما راح يوقع حتى شيء هذا خير ونديرها في النهار ما كانش حضر التجول في النهار وافق الحقيقة قال لي ما كانش مشكل قال لي أرواح مال المسجد السنة في المغرب نصلي كيف كيف وندعيو الناس لله مشيت انا صليت المغرب صلينا المغرب والعشاء جمع تقديم كان صلى بينا الاخ عبد القادر مغني ولما كملنا الصلاه دار الدرس علي بالحاج قال لهم الا راكم موافقين باش نديروا غدوه تجمع في بيلكور ويكون تجمع سلمي ونطلبوا فيه حضور اما الرئيس واما احد ممثليه باش نقدموا الطلبات مباشره لان اجهزه الامن قدمنا لهم الطلبات وما بلغوهاش نعم. الناس كبرت وكذا يعني وافقوا هكذا كان الحال اتفقنا اننا نتلاقاو في صلاة الظهر قبل صلاة الظهر في مسجد صلاح الدين الايوبي يوم عشرة يوم عشرة أنا نزلت صباح مشيت المسجد صلاح الدين لقيت الناس بداو يلحقوا يعني بدا الغاش يجي وباعداد كبيرة فلحقت من بعد سقسيت محمد حميدات قلت له علي بالحاج وراه قال لي يا شيخ العشم يعني بالحاج حاج في الفراش راه هو مريض ومضرور وما يقدرش يجي مستحيل قلت له بصح نعطينا كلمه للناس والناس راهي عرضت روحها للخطر لان ذاك الوقت كانت الحواجز الامنيه بزاف في الطريق وكان يقدر يقع اي احتكاك واي اشتباك ويقتلوا الناس قلت له لازم يجي قال لي ما يقدرش قال لي وراه عبد القادر مغني طلع لحمد سحنون يجيبه كانه يجيبه في مكان علي بالحاج انا الحقيقه ما كان عندي حتى مشكل يعني دعينا الناس جاو نديروا واش نوينا نديروا وسلام ففعلا الوحده غير عشرين جا احمد سحنون ومحمد سعيد انا كنت في المسجد خذ الكلمه محمد سعيد هو الاول قال باللي الجماعه اللي قرروا يديروا هذا التجمع ما شاوروناش والحقيقه هذا عمل ارتجالي وحنا رانا رافضينه وهاو الشيخ احمد سحنون شيخ الدعاة يعني يؤكد ما اقول وخذ الكلمه شيخ احمد سحنون وقال فعلا انا ما شاورونيش في هذا التصرف وهذا تصرف غير لائق وفيه خطوره وقد يؤدي الى الموت قال وحنا رانا خذينا اجراءات باش نتصلوا برئيس الجمهوريه ونبلغوا له المطالب هذه قال اذا ما فيش داعي لهذا التجمع يعني دعا الناس انه يمشوا ايوا طيب ينصرفوا بعد صلاه الظهر جزاكم الله خير الى اخره فالناس كانهم داروا رد فعل شويه متشكك ولا متردد ولا قالوا بداو يقولون طالبوا بعلي بالحاج اين علي بالحاج انا كان لازم ناخذ موقف خذيت مكبر الصوت قلت لهم يا جماعه علي بالحاج راه مريض كما بلغني محمد حميدات العهدة عليه ربي يرحمه راه ميت الان قلت لهم راه مريض وما يقدرش يحضر وما فيش مشكل لان راه محضر الشيوخ الشيخ محمد سعيد معروف والشيخ احمد سعيد معروف ورام قالوا لكم باللي المطالب توصل للرئيس الجمهورية اذا ماذا نريد اكثر من هذا الحمد لله انصرفوا الى بيوتكم وان شاء الله شيخ احمد سحنون ومحمد سعيد راهم هما يتكلفوا بالمطالب وهكذا كان الحل كملنا صلات كل واحد مشى في حاله الجماعه اللي جاو باب الواد كان عددهم كبير فهم راحوا كانها في مسيره راحوا مع بعض لما وصلوا لساحه شهداء بالضبط بالقرب بالقرب من الدي جي ياسان وقع ما وقع وقع الاحداث الكبيره ايوه <applause> <applause> اطلقوا النار على الناس يقولوا باللي كاين واحد من المتظاهرين هو اللي اطلق النار الاول نعم ربي يعلم اذا كان صح ولكن من بعد كان رد فعل قوي جدا وقتل حوالي 33 واحد في في الاحداث هذه تاع 10 اكتوبر يعني انت من حينها لزمت بيتك يعني في انا من بعد خلاص لما كملنا صلاه الظهر مشيت لبيتي طبعا مشيت للمزرعه نعم هنا أه أه ممكن ك حوصله لاحداث اكتوبر انت تشوف انه هل الاسلاميين استفادوا من هذا الاحداث ولا انا نقول استفاد كل الشعب الجزائري ماشي غير الاسلاميين لان كان حزب واحد كان الديكتاتوريه معلنه كان الاعلام قيد كان وبعد الاحداث هذه جاء الدستور تاع 89 اللي شادلي وانا نقول بلي هذاك هو احسن دستور عرفته البلاد منذ الاستقلال المهم جد الدستور هذاك فيه الماده 40 وفيها امور كثيره مليحه ولكن احنا نركزوا على الماده 40 اللي كانت تبيح العمل للجماعات ذات الطابع السياسي وهي الاحزاب نعم فاستفاد الجميع مش غير احنا اللي اسسنا حزب يعني كان جماعات كثيره اسس احزابها وبدات تنشط اذا استفاد الكل من هذيك الاحداث تاع اكتوبر 88 مش غير الاسلاميه هنا ايضا سي سحنوني كاين قضيه رابطه الدعوه الاسلاميه اللي كان يراسها ويشرف عليها الشيخ احمد سحنون وهي اللي كانت تحاول تاثر الاسلاميين كنا نرى كل الجماعات كانت ممثله في هذه الرابطه وكان يعني مشروع عاقل يعني كان مشروع حاول يجمع الاسلاميين وعلى شخصيه كانت تحظى بمصداقيه عند الجميع لماذا فرايك فشل فشلت رابطه الدعوه الاسلاميه هو لازم نفهم حاجه ان رابطه الدعوه الاسلاميه كانت رابطه تضم الدعاة فقط نعم ما تضم كل التيار الاسلامي الدعاة يعني من جماعه محفوظ كان يحضر فيها محفوظ وبو سليماني ربي يرحمهم في اثنين نعم. من جماعه الجزاره كان يحضر محمد سعيد وغيره يعني جماعته ايضا هو ثاني ربي يرحمه كان يحضر جاب الله وكان عن الجبهه الاسلاميه كان يحضر ايضا عباسي مدني و... يعني ممثله لكل الجميع ممثلين جميع. للجميع ولكن فقط الدعاه اللي كانوا يحضروا فيها يعني كانت رابطه للدعوه ماشي رابطه للسياسه ولا للعمل نعم. الاجتماعي ولا الثقافي ولا غيره احنا هذاك الوقت ما كناش نشوفوا تعارض بين الرابطه رابطه الدعوه الاسلاميه وبين انشاء حزب سياسي للمسلمين تكون عندهم واجهه سياسيه بل اقترحنا ان الدعوه رابطه الدعوه تبقى كما راهي والواجهه السياسيه ذاك الوقت للاسلاميين تكون تمثلها الجبهه الاسلاميه ولذلك انا لكن الجامعات الاخرى عندها روايه مخالفه يعني تقول انه كان الشيخ احمد سحنون هو ناظم حركه الاسلاميين في الجزائر وكان دائما هو يحاول يقرب بين القيادات الاسلاميه ودائما كان يحاول يكون اي عمل يحظى بالوحده وبالاجماع بين قيادات الحركه الاسلاميه لكن الجبهه قيادات الجبهه يعني عباسي وعلي بن الحاج خالفوا هذا الالتزام مع الشيخ احمد سحنون وما وما كان يقع في رابطه الدعوه الاسلاميه وحاولوا أن يقطفوا ثمره الدعوه بتاسيسهم للجبهه على غير اتفاق مع لانه شفنا يعني الحركات الاخرى والجماعات الاخرى لم تؤسس احزاب حتى وقت متاخر يعني سواء حماس او او جبل هذه أعطيني الوقت نشرح لك الأمور نعم. كيف صارت يعني صراحة اللي يقولوا هذا الكلام إما يحبوا يغلطوا الرأي العام إما أنهم كانوا ما يعرفوش الحقيقة الرابطة الدعوة الإسلامية كانت تجمع المتناقضات كانت تجمع السلفي مع الإخواني مع النهضاوي مع الجزاري مع كذا والفكر تاعهم مختلف تماما فبالتالي كان صعب جدا أنهم يعني يذوبون في بوتقة واحدة ولا يعني يعني يمشي خطوات كبيرة في اتجاه واحد مع بعضهم هذا كان صعب لكن معليش نقولوا نقوله باللي الرابطة كانت بدات تدير الخطوات الأولى نتاعها. احنا قبل ما تنشأ الرابطة كنا علمنا على ميلاد الجبهة الإسلامية دوك نرجع لك للمسار نتاعها. احنا لما خرج الدستور نتاع أنت تقول أن الجبهة تأسست في بيتك. هذوك نقول لك كان يقول أن الجبهه الفكره كانت في بيت مصطفى أبو علي يعني كاين كثير من الروايات حول يا اخي السلسلة. الله اعلم انا اللي نرويه هو شيء اللي عشته انا نعم. أن الفكره تاع الجبهه الاسلاميه ما كنتش نسمع بها ما واحد ما هضر عليها واحد ما, ما طلقها حتى جاني علي بالحاج للدار هذه في اي سنه؟ في 89 نعم قال لي الشيخ الهاشمي راه خرج هذا الدستور وراه يسمح بتعدد يعني بانشاء احزاب سياسيه احزاب سياسيه قال لي واش رايك لو كان نديروا حنا حزب؟ قلت له خليك تعرف انت يعني التفرقه اللي راهي موجوده الان بين الدعاة في الحركه الاسلاميه هذا ما يشم هذا هذا ما يتعاون مع هذا وما نظنش نقدروا نديروا حاجه يعني رايحين يعرقلونا ونفشلوا قال لي احنا ما خسرنا والو نحاول قال لي واكثر من هذا نعرض عليهم هما الفكره قولوا لهم ارواحوا نديروا حزب قلت له هذه عليا انا نتصل بهم وانا اللي نبلغهم فعلا انا مش اتصلت بعبد الله جاب الله بالهاتف قلت له رانا رايحين الى ربي رايحين حزب سياسي واش رايك قالي من حيث المبدا انا موافق قالي ولكن ارجو ان تنتظروا حتى نجي العاصمة ونتلاقاو قلت له معليش مشيت ايضا لمحمد سعيد رحمه الله تلاقيت به في مسجد الارقم بعد صلاه العشاء هذه بشوفاليه بشوفالي قلت له الاخ محمد سعيد رانا حابين نديروا حزب سياسي قال لي شكون قلت له انا وعلي بالحاج وجماعه يعني منه. حابين نديروا حزب سياسي واش رايك قال لي ابدا قال لي هذه مصيدة دارها النظام باش يزيد يكمل على البقيه الباقيه نتاع الحركه الاسلاميه يعني واش صرا في 82 والاعتقالات والمشاكل اللي صارت هذيك الان راح يزيد يفتح لنا باب واحد اخر يكمل علينا قلت له لا لا قلت له احنا ما, ما عندناش يعني ما راح نديروا لا عنف لا والو راح نديروا حزب سياسي بقوانين ونقدموه لوزاره الداخليه ويعتمد وينشط قانونيا قال لي لا أنا مانيش موافق هذه الفكرة وننصحكم تخلوا عليها خطيكم. بالنسبة لمحفوظ نحن ما رحتلوش أنا ولكن له زوج إخوة من واد الشايح مشاولو تلاقاو به في صلاة الصبح. هنا كان عنده يعني آه معليش جواب كان... واضح كان يقول لهم أننا آه. ما نمشيش مع الذراري أو ما مشيش... معليش المهم هم عرضوا عليه الفكرة لما سمع الكلام وكملوا قال لهم هذه العبارة صح قال لهم هذا واش نقلوا لي العهدة عليهم قال لهم أنا ما نخدمش مع الذراري. خاطر قال لهم شكون اللي راح يقودوا هذا الحزب قالوا له كاين علي بالحاج كاين لاش مي قالوا ما انا ما نخدمش مع الدراري ورفض ونهض نصارف فاذا احنا هذه الجماعات ما ما همشناهم ما تجاوزناهم ما حقرناهم ما حتى شيء عرضنا عليهم الامر ويعني بالحاح باش ينضموا لينا انا عبد الله جبل لو لو وصلت وين قلت له ارواح تنضم للجبهه وانا ابذل قصارى جهدي لتكون انت رئيسها ورغم هذا رفض فاذا رفضوا حنا في 18 فيفري ممكن هما رفضوا لانه شافوا معليش هذا رايهم هما جات من عند يعني هما عندهم سبق في الدعوه عندهم مصداقيه اكثر عندهم ممكن في السن اكبر تكوينهم كان اقوى ممكن شافوا انه الجهه التي دعت لتاسيس الحزب لا تحظى ب يعني ماهيش مخوله انه هي تاثر الاسلاميين وتاثر جهود سنوات من العمل يعني كانوا ينضموا وهما يا سيدي اطروا هذه الحركه وهما اللي يقودوها وهما اللي يسيطروا عليها ماشي مشكل احنا ما كانش عندنا في أنفسنا قضيه زعامات انني انا اللي نكون زعيم انا اللي نقود انا اللي ندير لا والله ما كانت عندي هذه الفكره تماما وانا قلت لك الدليل قلت قلت له واحد وانا ندير قاعد مجهودي باش كنت انت الرايس وما حبش اذا ما قدوش نزيدوا لهم فوق هذا وهنا واش كان موقع عباسي مدني يعني من كنا عباسي مدني هني يعني جايك لما تكلمنا مع هذا الثلاثه رحت انا وعلي بالحجر رحنا لعباسي مدني لدارو قلنا له يا شيخ واش رايك الدستور يسمح ب يعني انتم رحتوا له بعد ما رفضوا لا 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 رحنا له في هذوك الايام يعني ك... ممكن هو كان اقبل من الاخرين نعم برك انا سبقت لك فقلنا له قال لنا باللفظ قال لنا الشيء اللي يجي من عندكم انتم في زوج لا يرد راني قابل قال لي واش نويتو تسميوها قلت له انا راني انا اللي اقترحت الاسم هذا الجبهه الاسلاميه الموحده نعم وقال لي والله انا راي غير الاسم قلت له لا مشاحات في الاصطلاحات واش من تسميه تقترح قال لي الجبهه الاسلاميه للانقاذ قال لي لاننا سنحاول ان ننقذ الجزائر نعم. وننقذ ما بقي يعني لانقاذه في هذا الحزب هذا قلت له ما كاين راهي الجبهه الاسلاميه للانقاذ باذن الله وانطلقنا في 18 فيفري كان يوم سبت كان عندي درس في مسجد السنه دعيت الاخوه اللي كانوا موافقين الدعاة اللي على الانضمام للجبهه نذكرهم لك كان عباسي طبعا بالحاجة انا كان بن عزوز زبدة كان كمال قمازي كان عبد الباقي صحراوي كان نعم المهم مجموعه من الدعاه اللي كانوا موافقين الفكره هنا يعني الشيخ سحنوني بالنسبه للسلفيه هل تواصلت معهم؟ شفنا باللي ما مشوش معكم في الحزب. معليش نكمل لك الاحداث تاع 18 فبراير ومن بعد نروح للسلفيه. فاتكلم كل واحد فينا وقال رانا ان شاء الله بصدد التحضير لانشاء حزب سياسي يمثل التيار الاسلامي ويكون واجهه للتيار الاسلامي والى اخره. كل واحد واش قال؟ في هذيك الاثناء يدخل محمد سعيد. ربي يرحمه. أدخل قال ناخذ الكلمة طاولوا الكلمة طبعا قال هذا التصرف تصرف ارتجالي غير مدروس ما ينظر في العواقب وهذا الناس دايما يديرون المشاكل هكذا راه مرفوض وحتى أحمد سحنون رافض هذا المشروع وهاو هنا شراطي وكان شراطي وعلي عيا جايبين رسالة من عند أحمد سحنون يقراو عليكم الرسالة باش تعرفوا باللي لم يستشر أحمد سحنون شيخ الدعاة في هذه القضية نعم. وفعلاً قرأوا الرسالة اللي يقول باللي في أحمد سحنون باللي أنا لم أستشر في هذا الأمر ويراه فيه تسرع كثير ولا بد أنكم تعدلون عن الفكرة حتى تدرس من كل الجوانب وإلى آخره إلى آخره طبعاً محمد سعيد قلت لك خدال هنا هنا بالنسبة لموقف شيخ أحمد سحنون ما باللي تاريخ أنصف هذا الموقف انه مجموعه من الشباب تسرعت وقطفت ثمره الدعوه قبل يعني ما تنضج وشفنا وين مشينا بعدها لا هو شوف باش نقول يعني بعد 20 او 25 سنه من من هذه الاحداث انت اعطينا وهذا راح يكون اخر سؤال لانه بقيه المحاور راح تكون في الحلقه القادمه ان شاء الله يعني هل تشوف باللي موقف الشيخ احمد سحنون اللي كان مجاهد وكان يعني عنده خبره وعنده حنكه وعنده تكوين شرعي قوي جدا ما كانش باللي موقف يعني صائب حينها شوف هو باش نقولوا ان الجبهه استفادت من ثمره الدعوه منذ سنوات طويله من السبعينيات يعني آه. هذا نعم الجبهه ما دارت والو هي كهيئه يعني كحزب آه. احنا استفدنا صحيح من دعوتنا حتى احنا كنا في الساحه يعني انا آه. واحد من 79 علي بالحاج من قبل 79 يعني عباسي ايضا كان في الساحه يدعو فكنا كلنا دعاة الى الله سبحانه آه. وتعالى واستفادت الجبهه من الدعوه هذا لا شك فيه ومن ثمرات الدعاة الى الله تبارك وتعالى هذا ما يكره حتى اي عاقل يستعرف بهذا لكن المبادرة في حد ذاتها ما لما الجبهة تأسست والشعب أقبل عليها ما كان حتى واحد يقول بلي هذا خطأ كانوا ملايين الناس تبعوا الجبهة الإسلامية كانوا عندنا بالقليل ثلاث ملايين ولا أربع ملايين منا يعني بين مناضل ومؤيد للجبهة الإسلامية هذاك الوقت ما كان حتى واحد قال بلي الجبهه هذا خطا كان الشيخ احمد حنوني يقول ما كانش يعارض هو لما الجبهه مشات قال هاد. بلي هذا متسرعين وقال في بلي. البدايه نعم. لكن لما مشينا هاو مثلا محمد سعيد عارضنا في البدايه لكن لما مشات الجبهة وخاصة لما دارت الانتخابات وفازت لا بعد تعامل مع الأمر الواقع ما حي والله قال يا أنه هذو الناس مشى وكذا لازم نأطروهم ولازم ما قالش آه لازم نأطروهم هذا لا كان مبرر طيب. قال الشيء اللي كنا نخطو له إحنا باش نحقوه في 10 سنوات أنتم راكم حققتوه في 10 شهور يعني الحمد لله ربي يجازيكم خير وبارك الله فيكم وحنا رانا هنا مستعدين نتعاونوا معاكم صح عرضنا عليه الانضمام إلى الجبهة ما قبلش نعم. ولكن قال اني مستعد نعاود هذا آه آه انا للاسف الشيخ آه الشيخ آه سحنوني يعني انتهى وقت الحصه راح آه نواصل طبعا في الحلقه الثالثه والاخيره آه هذه الشهاده آه لنستعرض ماذا وقع يعني سنه 90 91 الاحداث الجسام اللي شهدتها الجزائر وانت كنت صانع يعني اساسي للاحداث حينها بوقوفك ضد التيار العام او التيار الجارف في وقتها خاصه علي بالحاج وعباسي مدني وطبعا راح نطرق ايضا للعمل المسلح وسنوات الداميه سنوات الارهاب وايضا للمصالحه الوطنيه اللي كان عندك دور فيها ايضا اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذه الحلقه الثانيه على امل استكمالها في استكمال هذه الشهاده في الحلقه الحلقه الثالثه والاخيره مع القيادي السابق في الجبهه الاسلاميه لانقاذ المنحله الهاشمي سحنوني دمتم في امان الله وفي رعايته